الحجة لما يكون في ضريبة لما ستفعله أو عواقب وخيمة لما ستفعله يكون أدائك غصب أزين أو تطورك أسرع. أنا من العقوبة أساء الأدب، ومن عرف أن في عقوبة اضطر يكون مؤدب. في الركوب بس الموضوع هذا على ركوب الخيل، وأضرب أمثلة ما لها دخل بالخيل عشان أوضح الفكرة. ملاكم لما يلاكم الشخص اللي معه في مقر التدريب قبل المباريات، بالنهاية أي إشارة منه وقف وقف خلاص وريح شيء ثم كمل مصارع أو مقاتل اليو إف سي إلى آخره. لكن لما يتبارك في المباراة الخصم ما راح يوقف إلا والحكم وقف، ولا بيذيك إذا حقيقي سواء يفوز البطولة الحزام إلى آخره قدام الجمهور وقتها ذلك، وممكن يذيك إذا حقيقي وتضطر تجيب كل ما عندك. لك لاعب الكورة يلعب مكان مثلا تدريب أو مقر تدريب إلى آخره، بالنهاية تعب وريح شيء ثم كمل. لكن مباراة حقيقية أنت مطالب أنك تؤدي كلمة عليك، ولا الخصم سيعاقبك على ما فعلته وتخسر، ثم الجمهور ما راح يرحمك، المدرب ما راح يرحمك، وهكذا عليك. وتوسع في المثل أو ضيق على كيفك. ركوب الخيل كل ما كان وضعك ما في عواقب حقيقية ما راح تضطر تتطور، تتطور لكن تطور بطيء. يعني على سبيل المثال اخترت توازنك بدون سرج، ضم رجولك، ما كيف أضم رجولك، ركب سرج، ركبت سرج تقل ركوبك، صار ما يتحرك، يكثر بالحصان طرف المقود أو طرف المنان أو العصا، تحرك بدأ ينطلق، وأثناء الانطلاق حاول ترده ما درت ترده، وحاول يروق، قال خلاص روقان عادي ميزة خلي يروق عشان أمشي ما يتفلت أو ما يوقف إلى آخره. رفع راسه، ركب الصدارة عشان يرفع راسه، فك فمه، اربط الفم عشان ما يفك فمه، وما يبي مفك الفم على الأقل في الركوب وغيره. إذا ما في أشياء ستدفع ضريبتها وتتطور من دفع الضريبة. كل ما جاك شيء حاولت تحله بأدوات، ثم الأدوات مع الوقت يغلب الحصان فتتغيرها، مع الوقت يصل لحد معين الحصان يغلب كل الأدوات، تبيع الحصان أو تغير الطريقة إلى آخره. لكن لما أقول لك الوضع اللي أنت فيه لعدة ضرائب، لما تركب حصان بدون سرج مصر تركب بدون سرج تحكم فيه، لا بد تعلم ولا بتكسر. لما أركب الحصان بسرج أو بدون سرج في مكان مفتوحة وأبغى أتحكم فيه، حصان عربي جنب سيارات جنب خيل جنب مكان مفتوح مكان مغلق إلى آخره، أصوات أعلم الحصان يبغى أتحكم فيه وصعب التحكم فيه مضطر أتعلم. لكن لما أكون أبغى مكان مغلق حافظ المكان هذا يعرف كل مكان في زاوية البدوك أو الميدان، ولا راح يتعرض لمشاكل أو أشياء تخوفه أو تجفله، ولو تعرض وخرت عنه وجاء ساي الشارع ثم كملت. كيف تطور على بلاطة؟ كيف تطور مقارنة بشخص جاب فرضا على سبيل المثال ممتاز تقدير ممتاز أو تقدير جيد جدا جابه قبل ما تدخل أنت في الخيل بسنين، ثم دخلت بالخيل وجميع الأشياء اللي مر فيها وأصر أن يسويها مع الوقت اكتسب الخبرة واستفاد وتطور. إذا مريت فيها تستسلم لها، تركب بدون سرج تستسلم تركب سرج، تحاول تحكم برقبة تستسلم تركب صدارة، تحاول تحرك عصام بدقة اليد ما تقدر تستسلم تستعمل العصا طرف المقود، تحاول توجه الحصان بدقة اليد ما تقدر تستعمل المهماز والأماكن المغلقة والبوديك والبوديك وغيرها، تحاول تحكم بالحصان في وضع أوضاع صعبة، حصان عربي مكان مغلق إلى آخره مكان مفتوح إلى آخره، ما تقدر تقوم تركب حصان دم بارد أو حصان هادي مكان مغلق عشان ما يحوسك. كيف تتوقع إنك بتجيب النصف نتيجة الشخص اللي جابها، خاصة إنه جابها قبل ما تدخل الخيل بسنين وخبرتك ثمنك بسنين؟ يعني مو بس الوضع اللي هو فيه أصعب بمراحل وما يبلا دور زاد له دور خبرة دور خبرت أكثر بالمنطق، خبرة الشخص أكثر منك بمراحل، فوضع أصعب منك بمراحل غير الموهبة اللي ممكن تكون عندك ثمنك. كيف تبغى تجيب نفس نتيجته أو درجته أنت قد تكون موهبتك أقل في بعض الحالات وأوضاعك سهلة جدا وخبرتك أقل بكثير ما تجي ربع الخبرة بالمنطق؟ إذن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة من الحصان أساء الأدب في محاولة التطور، بمعنى أنه ما اضطر يطور ركوبه أو ما اضطر يتحسن في الركوب. فمن أمن العقوبة من الحصان أساء تطوير ركوبه أو لم يتسرع أو لم يسرع في تطوير ركوبه أو لم يسرع، خلينا صحيحة لغويا، لم يسرع من تطور ركوبه بالشكل المطلوب.